اسلوب تنقية المناخ الانتخابي وابراز وكأنه حركة النهضة هي الحركة الفاسدة. كشف القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي اليوم خلال مؤتمر صحفي أنه يوجد محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 19 و2000 من خلال الضغط على القضاء. من جانبها أكدت القيادية بالحركة زينب إبراهيمي أن النهضة لم تتحصل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 19 و2000، معتبرة أنه يوجد محاولة لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات. كما نوهت إبراهيمي أن الحركة لم تبرم أي عقد لوبي خلال فترة الانتخابات، لا بطريقة مباشرة أو عن طريق توكيل ولا عن طريق أي منتسب للنهضة، مبينة أن الحركة تفاعلت إيجابيا مع القضاء ومكنته من كل ما يفيد ذلك. واستنكرت إبراهيمي خلال ذات الندوة عدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات الذي استفاد ب33 صفحة ممولة من الخارج، وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن، بالإضافة إلى وجود نائب بالبرلمان الحالي لم يثبت مصدر أموال قيمتها 150,000 دينار. بدوره اعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض خلال الندوة أنه يوجد محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليها بهدف إقصاء النهضة، مؤكدا أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة، منوها إلى أنه توجد محاولة لتشويه التاريخ وتزويره من خلال وصف العشرية التي تلت الثورة بعشرية الخراب، معتبرا أن الحركة لم تحكم البلاد سوى 2 سنين وشاركت في الحكم بمعية 7 أحزاب أخرى خلال فترة ما بعد الثورة. كما انتقد العريض مرحلة ما بعد 25 جويلية مؤكدا أن الانقلاب جعل كل المؤشرات سيئة ما عدا مقاومة الكوفيد وفق قوله. هذا ونفى العريض أن تكون حركة النهضة معزولة خلال مرحلة ما بعد 25 جويلية لأن هناك لقاءات تجمعها مع عدد من الأحزاب على غرار الحزب الجمهوري والحزب الشعبي الجمهوري والإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية. إذن هي أول ندوة صحفية تعقدها الحركة بعد 25 جويلية، وأمام صعوبة الوضع الاقتصادي وتوسع دائرة المعارضة خاصة مع التصعيد في لهجة المنظمة الشغيلة، هل سيعدل الرئيس عن قراراته الفردانية أم أنه سيبقى في عزلة حتى تتعمق الأزمات في البلاد؟